السيره الهلاليه. ومعانا اول حكايه بقى ايه للسيره، سيده نهال الهلالي او الراويه للسيره الهلاليه. يا مساء الفل عليك يا نهال. يا مساء النور نهال، يعني احكي لنا اكتر عن ليالي السيره الهلاليه، ليه دايما نهايتها لازم تبقى مفتوحه؟ النهاية مفتوحة لأن دايما الرواة كانوا ما بيحبوش يختموا السيرة لأن هي بتنتهي بموت الأبطال. ما كانوش أبدا يحبوا إن هم يموتوا البطل بتاع السيرة، كانوا بيقولوا إن موت البطل بيعني موت السيرة نفسها. فإحنا مش عايزين نموت السيرة، فعشان كده كان كتير بيهربوا من الجزء الأخير فيها. طب إيه الفرق بين الحكي وغنى السيرة يا نهال؟ الغنى عبارة عن ان احنا بتتغنى المربعات اللي كتبها الشعراء الشعبيين، تمام؟ لكن الحكي هو عبارة عن فك المربعات دي، لان المربعات ماشية بالجناس التام، ففي كلام كتير قوي الناس مش فاهماه، في كلام كتير قوي باللكنة الصعيدي او الجنوبية التقيلة اللي جديدة قوي على اهل بحري ومش بيقدروا ان هم يفسروها. اللي انا بعمله بقى ان انا بفك المربعات دي باني احكي المشهد كامل، ومعايا طبعا اختي وحبيبتي شيماء النوبي بتتغنى بالمربعات دي، فالناس لما تسمع المربعات بعدين بتبقى عارفه الحكايه. لكل بلد ليها بطل في السيره، البطل في مصر مين؟ طبعا ابو زيد الهلالي. طب ما تسمعي لنا حاجه كده بسيطه قوي، حكي لابو زيد الهلالي. عن أبو زيد؟ عن أبو زيد. طب ما نقول حاجة مثلا الناس كلها سمعتها من الفنان القدير الكبير حبيبنا كلنا الفنان محمد منير. يلا. ومش عارفين القصة الحقيقية جت منين، وكله فاكرها أغنية اللي هي يونس. يلا بينا. يونس يحيى ومرعي ويونس وخلهم كان أبو زيد الهلالي، طلعوا في رحلة اسمها رحلة الريادة. رحلة الريادة كانت أشارت بيها الجزية الهلالية، واسمها الحقيقي كان نور بارك، ودي تبقى مرات شكر القريشي، وليها قصة كده بنحكيها في أثناء السيرة. رحلة الريادة كان حصل جدب في نجد، فأشارت الجزية يطلعوا الفرسان دول يستكشفوا مملكة الزناتي خليفة أو أرض الأحلام أو تونس الخضراء. فطلع يحيى ومرعي ويونس وخالهم أبو زيد في رحلة الريادة اللي خدت منهم 50 يوم، من نتائجها كانت قصة عزيزة ويونس. يونس وعزيزة، عزيزة حبت يونس من غير ما تشوفه، من حكاوي مين؟ من حكاوي جارية الخضرة. طب الخضرة جارية يونس راحت كيف يعني عند عزيزة في تونس، من نجد لحد تونس؟ كانوا في شعرة جوالين عدوا على نجد وقعدوا يمدحوا في السلطان، في السلطان حسن، وقعدوا يمدحوا في أبو زيد الهلالي، وقعدوا يمدحوا في بني هلال. فأشار عليهم يونس وقال لهم أول حاجة تعدي من قدامكم تاخدوها هدية ليكم. كانت الخضرة جاريته، خدوها الشعرة وطلعوا بيها وكملوا رحلتهم، وفي اسكندرية باعوها. باعوها لمين؟ لرجالة العلام. مين العلام؟ ابن عم عزيزة بنت معبد السلطان في تونس، وهو كان بعتهم يدوروا على جارية تقعد مع عزيزة تسامرها وتسليها. وصلت الخضرة هناك، بقت طول ما هي قاعدة تبكي تبكي وتنوح تبكي وتنوح. كانت عزيزة تقول لها كفاياكي مي حزينة، لحد ما بقى اسمها مي الحزينة. قعدت تحكي لها وتتحاكى وتقول لها أنا ببكي عشان فت يونس، وقعدت تحكي لها عن يونس وجمال يونس وقد إيه يونس أجمل شباب بني هلال، حبته عزيزة من غير ما تشوفه. الله عليك يا نهال، يعني قد ايه جميل. اول حاجه خليني اقول لك لهجتك الصعيديه انا بحبها جدا، ان انا سمعتك قبل كده يا نهال ومتالقه في الحته دي، مختلفه جدا، ومتحمسين نشوفكم ان شاء الله انت وشيماء في مهرجان العالمين وتحكوا لنا السيره الهلاليه على الحان الربابه كده، وشيماء كمان تغني. شكرا ليكي نهال الهلالي، اول راويه سيده للسيره الهلاليه.